بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، قواعد اللغة. فد الفقرة سنستكمل مع لو شوا دو لوكسيليير، اختيار المساعد. طبعا فد الفقرة يعني سيكون لنا اختبار في اختيار لوكسيليير افوار او لوكسيليير اتر. اذا كما نرى اجوتي لوكسيليير افوار او لوكسيليير اتر او فراس سويفونت، يعني أضيف أو أضيف لوكسيليير أفوار، يعني أضيف المساعد أفوار أو أتر أو بيان لوكسيليير أتر أو فراس سويفونت. أو فراس سويفونت للجمل التالية. إذا الجمل الأولى التي عندنا كما نرى هي سيباستيان، بالأمس سيباستيان باري فاتيغي. عندنا الفار باغيتر، باغيتر يعني ظهر أو بدا، يعني بدا عليه يعني أنه بدأ بشكل ما. hier Sébastien parut fatigué. إذا عندنا le verbe paraître. إذا عندنا le verbe paraître fatigué يعني متعب. إذا المقصود هنا أن سيباستيان بالأمس بدأ وظهر متعبا. أش من أوكسيليير غنستعمله هنا؟ إذا ما هو المساعد الذي سنضعه هنا؟ إذن لو participe الخاص بفعل paraître هو paru، هو paru. مثلا connaître connu. إذن الأفعال التي تكون بهذا الشكل لو participe الخاص بها يكون أيضا بهذا الشكل، يكون أيضا بهذه الصيغة. عندنا لو verbe paraître استنبطنا منه الصيغة الخاصة بلو participe اللي هي paru. إذن طبعا سنسبقها بإحدى هاد المساعدين ليكون عندنا لو باسي كومبوزي. المقصود أننا سنضع هاد لو فيغ باغيتر في الماضي. إذن كما نرى يا سيباستيان عندنا لوكسيليير يا أفوار أو إتر، ثم عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل باغيتر، ثم فاتيغي. إذن بالأمس سيباستيان بدا. إذن هاد كلمة بدا نعبر عليها بهاد الكلمتين، اولا لوكسيليير ثم لو بارتيسيباسي الخاص بفعل باغيتر اللي هو تدل على بدا. اذا وهكذا مع سائر الافعال عندما نريد ان نصرفها في هذا الزمن. اذا ماذا سنقول هنا؟ يا سيباستيان، ثم عندنا لوكسيليير يا اتر او افوار، ثم باري، ثم فاتيغي. طبعا صيغه لو فيرب باغيتر، أنا طبعاً الحال لو فيرب باغيتر تيجي فهاد الصيغة كما لو أن سيباستيان أبدى تعباً. يأتي كما لو أن سيباستيان أبدى صفة التعب. إذا سيباستيان هنا كما لو أنه أبدى صفة التعب. إذا ماذا سنستعمل هنا؟ طبعاً لو فيرب باغيتر تتصرف مع لوكسيليير أفوار. إذن سنقول سيباستيان أباري فاتيغي، يعني كما لو نقول بأن سيباستيان أبدى هاد صفة التعب. إذن سيباستيان أباري فاتيغي. ثم ننتقل إلى الجملة الثانية لي زونفون، ثم عندنا غونتخي يعني المقصود دخلوا على ميزون. عندنا لو فيرب غونتخي يعني دخل. إذن لي زونفون غونتخي، إذن كما نقول بأنهم دخلوا à la maison إلى المنزل vers 20h يعني حوالي. هنا بطبيعة الحال vers المقصود بها نحو أو اتجاه. إذن اتجاه الساعة العشرون، المقصود نحو الساعة العشرين أو حوالي الساعة العشرين. إذن المقصود هنا أن الأطفال دخلوا مع الثامنة مساء تقريبا. عندنا هنا فيغ يعني كما لو نقول في اتجاه هاد الساعة، المقصود حوالي هاد الساعة. إذا لي زونفون ماذا سنقول هنا؟ عندنا غونتخي على ميزون فيغ 20h. إذا ماذا سنقول هنا؟ إذا ما هو المساعد الذي سنستعمله هنا؟ لي زونفون طبعا سنستعمل لوكسيليير اتر. إذا الأطفال هم الذين دخلوا. إذا لي زونفون سون غونتخي. لي زونفون sont rentrés à la maison vers 20h.
ثم ننتقل إلى الجملة الثالثة en quelle année في أي سنة en quelle année ثم عدنا tu طبعا قبل tu هناك auxiliaire كما تنعرفوا بأنه عادة باش يكون عندنا السؤال تنقلبوا لو فيرب مع لو سوجي تنقلبوا الفعل مع الفاعل لكن ملي تيكون عندنا زمن مركب بحال لو باسي كومبوزي اللي عندنا هنا اذا تنقلبوا لوكسيليير مع هذاك لو سوجي تنقلبوا لوكسيليير مع الفاعل اذا عندنا هنا تي يعني هي الفاعل ثم قبلها لوكسيليير يا افوار يا اتر ثم عندنا لو بارتيسيباسي الخاص الي اذا عندنا لو فيرب الي للاشاره لو فيرب الي ما تنتميش للمجموعه الاولى تنتمي للمجموعه الثالثه علاش لانه في الصرف ديالو تتغير لان في الصرف ديالو تتغير نقول مثلا جوفي جوفي اليكول انا اذهب الى المدرسه اذا لا اقول جال لا اقول جال اليكول بل اقول جوفي اذا هذا الفعل هذا تنتمي للمجموعه الثالثه ولا ينتمي للمجموعه الاولى رغم انه تنتاب او اغ اذا عندنا هنا تي مسبوقه بلوكسيليير باحد المساعدين ثم اون اوستخالي الى استراليا اذا اون كيلاني في اي سنه ثم عندنا تي الي اون اوستخالي المقصود انت او انت ذهبت او ذهبتي الى استراليا في اي سنه انت ذهبت الى استراليا اذا ماذا سنقول En quelle année es-tu allé en Australie? إذن سنقول En quelle année es-tu allé en Australie? طبعا لو فيرب allé تتصرف مع لوكسيليير être. إذن نقول عادة tu es allé en Australie. Tu es allé en Australie. أنت ذهبت أو أنت ذهبتي إلى أستراليا. إذن En quelle année في أي سنة es-tu allé أنت أو أنت ذهبتي en Australie. هنا طبعا عندنا أنت ذهبت إلى أستراليا طبعا الذي عندنا هنا في أي سنة أنت ذهبت إلى أستراليا ما الذي يدلنا على هذا طبعا لأن لو فيرب الي لم نكتبه بأ زائدة لم نكتبه بأ الخاص بالتأنيث وإلا لكان عندنا السؤال في أي سنة أنت ذهبت إلى أستراليا ولكن بشرط أننا نضيف أه خاصة بالتأنيث لماذا؟ لأن لو فيرب علينا لأن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل علي مصرف مع لوكسيليير اتر لأن لو بارتيسيباسي الخاص بلو فيرب علي مصرف مع لوكسيليير اتر إذا هو مصرف مع لوكسيليير اتر إذا طبعا مع التأنيث تضاف له أه مع الجمع نضيف له اس على عكس لي بارتيسيباسي اللي تيجيو من بعد لوكسيليير افوار اذن اون كيل اني ايتي الي اون اوستخالي اذن عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل الي جاء بعد لوكسيليير اتر ثم في الجمله الرابعه نو ثم مونتي دون لو تران جوست افون لو ديبار اذن اكيد من خلال الجمله ومن خلال العباره أن المعنى هو أننا صعدنا القطار جوست افون مباشرة قبل لو ديبار قبل الانطلاقة أكيد ماذا سنقول هنا مادام نحن الذين صعدنا إذا سنقول نو سون مونتي دون لو تران جوست افون لو ديبار إذا نحن صعدنا القطار مباشرة قبل الانطلاق ثم ننتقل إلى الجملة الخامسة pour venir ici للمجيء الى هنا ثم عندنا tu passé par le boulevard tu passé par le boulevard اذا طبعا لو فيرب باسي كما راينا انه تعني امضى طبعا رايناه في هذا المعنى فيما سبق وقلنا بانه يعني ايضا مره اذا هنا تعني مره اذا في هذه العباره التي عندنا هنا لو فيرب باسي يعني مره اذا المقصود من العباره هنا pour venir ici للمجيء الى هنا المقصود كما تنقولوا حنا بالدارجه ملي جيتي لهنا ثم عندنا tu passes par le boulevard هل مررت واش دزتي من الشارع يعني ملي جيتي لهنا واش دزتي من الشارع طبعا هنا لو بولفار كلمه لو بولفار
تطلق على الشارع العريض والذي تكون على جنباته أشجار. إذن هذا هو المقصود بكلمة بولفار. إذن pour venir ici للمجيء إلى هنا، ثم عندنا passer par le boulevard. إذن المقصود هل أنت أو هل أنت، ولكن المقصود هنا هل أنت، لأن le verbe passer لم تضف له التأنيت. إذن هل أنت passer par le boulevard، يعني هل أنت مررت من الشارع، من الشارع طبعا كما قلنا شارع عريض تزرع على جنباته أشجار. إذن هل أنت مررت من هذا الشارع؟ إذن ماذا سنقول؟ pour venir ici es-tu passé par le boulevard؟ هل أنت مررت من هذا المكان؟ إذن للمجيء إلى هنا pour venir ici es-tu passé par le boulevard؟ es-tu passé par le boulevard؟ هل أنت مررت من الشارع؟ إذن طبعا مع le verbe passer سنستعمل l'auxiliaire être. إذن كما نرى هذا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل باسي. إذن عندنا لو فيرب باسي، عندنا لو بارتيسيب باسي الخاص به هو هذا باسي بهذا الشكل. إذن بالنسبة للأفعال التي تنتهي بـ أر، يعني أننا نحذف أو أر ثم نضيف لها أو أكسون إيغي، مثلا باسي تصبح عندنا باسي. إذن هذا هو البارتيسيب باسي الخاص بها، ثم نسبقها بأحد المساعدين يا اتر يا افوار. اتر بطبيعة الحال معروف، جو سوي توي إلي نصون فوزيت إلسون، ثم افوار حتى هو معروف، إذن جي توي إل أن نوزافون فوزافي إلزون. يعني هاد جوج أفعال تيتكرو أمام هاد لي بارتيسيباسي ديال هاد الأفعال اللي عندها مثلا أو أه، يعني ساهل الاستنباط ديالها، يعني بسرعة تنحصلو على لو باسي كومبوزي كمثال إذا أردنا الكلام عن هذه الأفعال في الماضي. إذا المسألة سهلة. إذا طبعا تبقى فقط المعنى ديال هذا الفعل، واش هو تيتعلق بالشخص بهذاك لو سوجي، واش يتعلق بالفاعل، ولا أن الفاعل هو اللي يصدر منه الفعل. إذا طبعا هنا تيتحدد لنا واش غنعملو افوار ولا اتر. عموما بحال اللي عندنا هنا المرور متعلق بالشخص، إذا الشخص هو الذي مر بذاته بنفسه بهذا الشارع. إذن طبعا سنستعمل لوكسيليير اتر. إذن pour venir ici es-tu passé par le boulevard؟ إذن للمجيء إلى هنا، المقصود من اللي جيتي لهنا، هل أنت مررت من هاد الشارع؟ ثم عندنا في الجملة السادسة نو، ثم سورتي. إذن عندنا لو فيرب سورتير، إذن عندنا سورتي. إذن كما نرى سورتي هذا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل سورتير، ولكن علاش زدنا له اس؟ اذا اكيد انه غيتصرف مع اتر. اذا لو بارتيسيب باسي ديال الافعال طبعا كما قلنا انه تتاثر بلوكسيليغ اتر. فمادام اننا هنا نتكلم عن نو، نتكلم عن نحن، اذا نحن راه ماشي شخص واحد، فعندما نقول نحن فهذا لا يعني باننا نتكلم عن شخص واحد، بل نتكلم عن مجموعه اشخاص، وبالتالي فان الفعل في صرفه سيتأثر بهذا الجمع ما دام أنه يصرف مع لوكسيليير اتر. إذا طبعا لو فيرب سورتير طبعا يصرف مع اتر. إذا ما دام أننا نتكلم عنه، إذا أكيد سنضيف اس ما دام أننا نتكلم عن نحن كأشخاص ذكور. أما إذا كنا نتكلم عن نحن كأشخاص إناث، هنا علينا أن نضيف أو أس وليس فقط أس كما عندنا هنا. إذن ماذا سنقول هنا؟ إذن عندنا نو ثم سورتي ثم طو، يعني باكرا pour prendre من أجل أخذ لوطوبيس، من أجل أخذ الحافلة. المقصود بأننا نخرج باكرا من أجل أخذ الحافلة. إذن ماذا سنقول؟ سنقول طبعا نصوم سورتي، نحن خرجنا. طبعا الخروج متعلق بالشخص. إذن ماذا سنقول؟ جو سوي توي إلي نصوم. إذن هذا هو صرف فعل اتر في البريزون. إذن سنقول نصوم سورتي، إذن نحن خرجنا طو باكرا بور بخوندر لوطوبيس، من أجل أخذ الحافلة. إذن نصوم سورتي طو بور بخوندر لوطوبيس،
إذا نحن خرجنا باكرا من أجل أخذ الحافلة. تمثل الجملة السابعة عندنا فو ثم فو ثم ديجا رونكونتخي. في الجملة السابعة عندنا فو ثم فو ديجا رونكونتخي. إذا فو أنتم ديجا من قبل رونكونتخي هذا الفاب رونكونتخي من حيث البداية. إذا المقصود التقى. ولكن كما تلاحظوا بأننا عندنا فو ثم فو. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا أمام فعل سو رونكونتخي يعني التقى وليس فعل رونكونتخي يعني أنك أنت تلتقي شخصا، بل أننا نتكلم عن أشخاص يلتقون بعضهم بعضا. هنا المعنى بأن الأشخاص يلتقون بعضهم بعضا، ولا نتكلم عن أشخاص هم يلتقون أشخاص آخرين. إذن هنا نتكلم عن لو فيرب سو رونكونتخي كما لو نتكلم عن معنى أن هاد الأشخاص عندهم نية اللقاء ببعضهم بعضا، ولا نتكلم عن شخص واحد أو مجموعة أشخاص لهم وحدهم النية باللقاء بأشخاص آخرين، يعني هادو هما اللي باغيين يتلاقوا بالآخرين والآخرين ما في خبار والو، بل هنا نتكلم عن أشخاص كما لو نقول بأنهم كلهم في خبارهم غيتلاقوا ببعضياتهم. إذا نتكلم عن لو فيرب سو رونكونتخي تنقدروا نتكلموا مثلا على معنى أنني مشيت قلبت على فلان وتلاقيته، أو أنني تلاقيت مع فلان يعني حتى هو جاي باش يتلاقاني. إذا هنا نتكلم عن لو فيرب سو رونكونتخي. طبعا فلو باسي كومبوزي ماذا نقول؟ نقول جو مي سوي رونكونتخي، تي تي رونكونتخي، il s'est rencontré، nous nous sommes rencontrés، vous vous êtes rencontrés، ils se sont rencontrés. طبعا كما قلنا فيما سبق بأن الأفعال لتتكون عند سو يعني أننا نتكلم عن لا فيرب برونومينو. إذن هنا عندنا لو فيرب سو رونكونتري هذا ستان فيرب برونومينال. إذن هاد الأفعال عموما اللي تيكونوا بهذا الشكل دائما لوكسيليير اللي تخدم ليهم هو لوكسيليير اتر، يعني ان هاد الافعال تصرف دائما مع لوكسيليير اتر ولا تصرف مع لوكسيليير افوار. دائما هاد لي فيرب اللي عند السو الافعال التي تكون مبدوءه بالسو يعني اننا نتكلم كما قلنا عن لي فيرب برونومينو. اذا هي تسمى هكذا، هاد الافعال التي تبتدئ بالسو اذا تسمى دي فيرب برونومينو. إذن كما نقول بأنها أفعال ضميرية أو شخصية، هاد الأفعال في الصرف ديالها في الأزمنة المركبة. ما معنى المركبة؟ يعني أننا نتكلم عن صرف فعل مركب من لوكسيليير ومن لو بارتيسيباسي الخاص به. من اللي تنتكلم على الأزمنة المركبة فهذا يعني بأننا تنتكلم على واحد الصرف، يعني أننا نتكلم عن صرف فعل يتكون من لو بارتيسيباسي الخاص من هذا الفعل زائد لوكسيليير قبله، سواء كان لوكسيليير اتر او لوكسيليير افوار. واش كاين ازمنه اخرى مركبه بحال لو باسي كومبوزي مثلا تيكون عندنا لو بارتيسيباسي قبله لوكسيليير افوار او اتر؟ واش كاين شي ازمنه اخرى مركبه مثل لو باسي كومبوزي الذي عندنا هنا مثلا الذي يتكون دائما كما رأينا من لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل قبله لوكسيليير يا اتر او افوار، سواء كان اتر او افوار. طبعا هناك ازمنة اخرى الفارق بينها بين هاد لو باسي كومبوزي وبين الازمنة الاخرى، وهو ان هاد لوكسيليير بدل اننا نصرفوه في البريزون كما عندنا هنا غادي نصرفوه في ازمنة اخرى، وبالتالي غنحصلوا عموما على زمن اخر غير باسي كومبوزي. اذا عموما هذا هو الفارق بين هاد الازمنه المركبه. واش كاين ازمنه غير مركبه؟ طبعا هناك ازمنه غير مركبه تتصرف فيها غير الفعل بوحدو. بحالاش؟ بحال بريزون مثلا لو فيرب رونكونتري تنقول جو رونكونتر، مثلا لو فيرب سو رونكونتري تنقول جو مو رونكونتر. اذا je rencontre يعني انا التقي الان، يعني انا تلاقيت شخص اخر. je me rencontre يعني انا التقي مع الان. طبعا هناك الازمنه البسيطه قلنا لي طون سامبل،
تنقولوا جو بارل، انا اتكلم الان، ما تنقولوا جي بارلي. هذه جي بارلي فيها لوكسيليير افوار زائد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارلي، هذه خاصه بلو باسي كومبوزي، هذه صيغه كما راينا خاصه بلو باسي كومبوزي. اذا نقول جي بارلي. طبعا هناك الازمنه البسيطه. ما معنى البسيطه؟ يعني ان تتكون فقط من الفعل الذي نريد تصريفه. اذا طبعا هذا الفعل تنزيد له فقط لي تيرمينيزون وبلا ما نديرو قدامه هاد لوكسيليير، يعني بدون ان يكون هناك اوكسيليير افوار ولا اتر. اذا هاد الازمنه تسمى ازمنه بسيطه لي طون سامبل، اذا تيكون فيه فقط الفعل وحده ودون هاد لي زوكسيليير ودون هاد المساعدين. جو بارل، انا اتكلم. اذا كما نلاحظ بان لو فيرب بارلي اتى وحيدا، تي بارل انت تتكلم، اذا عندنا لو فيرب بارلي او بريزون. il parle هو يتكلم، elle parle نفس الشيء، nous parlons نحن نتكلم. اذا عموما نحن نتكلم هنا عن زمن بسيط. طبعا هناك ازمنه اخرى بسيطه في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. هناك ايضا ازمنه مركبه في الماضي وفي المستقبل، وكل زمن له اسم. هل هناك أزمنة أخرى مركبة؟ طبعا هناك أزمنة أخرى مركبة من غير لو باسي كومبوزي، مثلا لو فيتور أنتيريور، مثلا لو بليس كو بارفي. إذا هناك أزمنة أخرى مركبة، والفرق بين هاد الأزمنة ككل تيكون فقط في لوكسيليير، هي إتر أو أفوار. في حالة لو باسي كومبوزي عندنا لوكسيليير أفوار أو إتر مصرف في البريزون. طبعا في الأزمنة المركبة الأخرى غيكون عندنا لوكسيليير أفوار أو إتر مصرف في أزمنة بسيطة أخرى. إذا ممكن أن هاد لوكسيليير أفوار أو إتر يتصرف مثلا في لامبارفي، مثلا ممكن يتصرف في الفوتور، ممكن يتصرف في زمن آخر بسيط زائد هاد لو بارتيسيباسي. إذا غنحصلوا على زمن مركب، إذا غيكون عندنا واحد لو طون كومبوزي آخر. هذا هو الفرق عموما بين هاد لي طون كومبوزي، كما سنلاحظ ذلك فيما بعد. اذا عندنا هنا فو ثم فو ديجا رونكونتري. اذا ماذا سنقول؟ طبعا سنقول فوزيت فو ديجا رونكونتري، فوزيت فو ديجا رونكونتري، هل انتم التقيتم من قبل؟ فوزيت فو ديجا رونكونتري، فوزيت فو ديجا رونكونتري، هل انتم التقيتم من قبل؟ في الأصل نقول nous nous sommes rencontrés، vous vous êtes rencontrés، ils se sont rencontrés، إذن vous vous êtes rencontrés، إذن أنتم التقيتم. إذن طبعا في السؤال نقول vous êtes vous déjà rencontrés، هل أنتم التقيتم من قبل؟ إذن سنستعمل هنا l'auxiliaire être. ثم في الجملة الثامنة عندنا جاسمين sorti avec sa nouvelle amie. avec sa nouvelle amie. اذا جاسمين طبعا اكيد انها خرجت، كما تلاحظوا بان عندنا صورتي عدى واحد اه زائده. اذا في الاصل لو بارتيسيباس الخاص بفعل صورتي هو صورتي بدون هاد اه. طبعا اضفنا هنا اه لاننا نتكلم عن جاسمين وهي سيده او بنت. طبعا وما دامت ان جاسمين خرجت، اذا اكيد أننا سنستعمل لوكسيليير إتر. ومادام أننا نتكلم عن جاسمين كأنثى، إذن أكيد أن لو بارتيسيباسي سيأخذ أ زائدة كما عندنا هنا. إذن سنقول ماذا؟ إذن لو فيرب إتر أو بريزون ماذا نقول؟ جو سوي توي إلي أو بيان إلي كما عندنا هنا. جاسمين إي سورتي أفيك سا نوفيل أمي، أفيك سا نوفيل أمي. إذن جاسمين خرجت مع صديقتها الجديدة. ثم في الجملة التاسعة عندنا إيل يعني هو، ثم عندنا مونتي صعد أليطاج إلى الطابق دو لا بيبليوتيك إلى طابق المكتبة بور دوموندي إن انفورماسيون لكي يطلب معلومة. إذا هو صعد إلى طابق المكتبة لكي يطلب معلومة. إذا ماذا سنقول؟ مادام هو الذي صعد بنفسه ولم يصعد بحقيبة كما رأينا فيما سبق. إذا كما نلاحظ بأن الفيرب مونتي ممكن أنه يصرف مع لوكسيليير إتر أو لوكسيليير أفوار. هنا أكيد أنه سيصرف مع لوكسيليير إتر. إذا ماذا سنقول؟ سنقول إيلي مونتي أليطاج دو لا بيبليوتيك بور دوموندي
إن أنفورماسيون. إذن هو صعد إلى طابق المكتبة لكي يطلب معلومة. ثم في الجملة العاشرة عندنا إيغ يعني بالأمس، جو أنا، ثم غاستي، غاستي يعني باقية، لو فارب غاستي يعني باقية، دوفون يعني أمام لا تلفزيون، توت لا سواري يعني أمام التلفاز كل المساء. المقصود أنني بقيت أمام التلفاز كل المساء. ماذا سنقول هنا؟ مادام أنني أنا الذي بقيت، ماذا سنقول هنا؟ مادام أنني الذي بقيت، ماذا سنقول هنا؟ إذن سنقول جو سوي غيستي. إيه جو سوي غيستي يعني بالأمس أنا بقيت دوفون لا تلفزيون توت لا سواري، يعني أنا بقيت أمام التلفاز كل المساء. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.